صباح الفل والهنا على الناس اللي بتتابعنا وبتشجعنا وبتعلق لنا تعليقات تطلعنا في السماء معنويا. عشان كده النهاردة بإذن الله هنجيب لكم وصفة سهلة وجميلة ونغير شوية في أكلنا عن الأكل التقليدي اللي احنا متعودين عليه. هنعمل النهاردة أكلة الكانيلوني. هي الاسم لوحده مشرف على السفرة يا جماعة. الكانيلوني عجينة وحشو. هنسمي بسم الله ونبدأ مع بعض في العجينة. العجينة بتتكون من إيه؟ حاجات بسيطة جدا وكلها من عندك من مطبخك. دقيق طبعا، يبقى عندنا دقيق. طب ما تيجي نبدأ مع بعض بالسوائل عشان الدقيق ما يكلكعش في الخلاط. هننزل الأول بكوباية ونص لبن. طبعا المقادير بتاعتنا مفتوحة، يعني انت عايزة تزودي شوية زودي في اللبن، زودي في الدقيق، بس ما تزوديش قوي في البيض. ونسمي برضو وننزل بالدقيق. الدقيق قد ايه؟ كوبايتين دقيق. وبعد كده هنتكلم مع بعض برضو دلوقتي واحنا بنشتغل في سمك العجينة، ازاي العجينة بتاعتنا تطلع صح وتطلع جميلة. هنحط شوية دول ونبتدي نضرب ونشوف الدنيا هتودينا لحد فين. عندنا ثلاث بيضات، نحفظ المقادير مع بعض. ننزل بيهم كده وننزل بقى بشوية فلفل اسود عشان خاطر البيض. لو انت قلقانة شوية يا ريت نقطتين خل. شوية فلفل اسود صغيرين اهو. ننكهي بقى العجينة شوية بهارات صغننة قوي، يعني بصي على طرف المعلقة كده، يعني ذرة جوزة التين. وابتدي هاتي الخلاط بتاعك كده واشتغلي. ليه انا قلت لك الخلاط ما قلتكيش البوله؟ اسهل ومش هيطلع لك اللي هي الحاجات الكلاكيع او التكتلات. طبعا يا جماعه احنا شغلنا النار على الطاسه بتاعتنا لحد بصوا خلاص قربت تطلع صهدها. هنهدي النار شويه ونروح نجيب معلقه زيت وهنشوف مع بعض هنعملها ازاي. نقطه صغيره، مش معلقه يعني، نقطه صغيره. نبتدي هنجيب منديل ونوزعها كويس. طب احنا لو ما وزعناهاش بالمنديل هتزحلق الرغيف وانت بتخبزيه. منديل صغير اهو، وابتدي وزعي الزيت وهيتشيل معاك الزيادات بتاعت الزيت كمان. خلاص ابتدي بقى اجيب العجين بتاعي بسرعه واجيب الايه الكبشه. خلاص العجين بتاعنا يا جماعه ناقصه ملح، احنا نسينا الملح، فهنحط له حوالي عن يعني ايه نص معلقه ملح. اديله تقليبه بسرعه كده وهوريكي دلوقتي سمك العجين بتاعك. لو احتاج دقيق زودي. سمك العجين معاكي اهو شايفاه. اهم حاجه السمك ده يبقى مظبوط معاكي. هتشيلي الطاسه بتاعتك اللي هي سخنه جدا وتاخدي كبشه وتنزلي كده من اعلى الطاسه وتوزعيها. بصي هيطلع معاكي قرص مدور زي الفل. نبتدي نرجعه على النار تاني ونعلي النار بتاعتنا. اول ما تحسي ان الحراك بدات تخلع من الطاسه هو كده الرغيف يتقلب على طول. حاولي بقى تقلبيه بطريقتك عادي، انا ممكن اقلبه كده بس خايفه على وشي بصراحه. هنبتدي نقلب مع بعض اهو بالراحه وخلاص خلص معانا اول رغيف. بصي زي الفل. وتبتدي تطلعي الرغيف بتاعك اهوت. يا سلام، مش كل بيوتنا فيها طاسه تيفال وطاسه ما بتلزقش. طب انا عندي طاسه الومنيا احولها تيفال ازاي؟ هجيب الطاسه الالومنيا واحطها على البوتاجاز وهديها معلقتين ملح او معلقه ملح. سيب الملح يسخن قوي لدرجه لونه يتغير يعني يصفر شويه. فضي الملح في الحوض وهو سخن وامسحيها باي منديل ودهنيها زيت. طب هتبقى تيفال معاكي قد ايه؟ رغيفين ثلاثه مش اكتر من كده. وكل مره كرري موضوع الملح. اغطيه بفوط عشان ما ينشفش على معمل العصاج بتاعي. فوط الجميله اهي ونشيله على جنب. وما تنسيش ان احنا عندنا رغيفين ما خبزناهمش، هنحتاجهم في ايه؟ هنتكلم دلوقتي. هنحتاج ايه لتعصيج اللحمه؟ طيب نقول مقدار اللحمه ربع كيلو شغال، نص كيلو شغال، 3 4 كيلو من عند الجزار برده شغال. اللي انت عايزاه وعلى قد مقاديرك. طب ازاي نزود في الحشو؟ هنقولها مع بعض. شويه الزيت المعتبره بتاعتنا بقى يا جمال. انزل بالبصلايه، بصلايه 2 3 زي ما تحبي. بدات يعني تمشي شويه. خلاص البصلات بتاعتنا المتقطعه ناعم، نسيبها بقى تتناغم مع بعضها مع شويه الزيت اللي احنا حطيناهم كده، واسمع صوت الطشطشه كده، وبعدين ابتدي نقول هنعمل ايه. لو انا عايزه العصاج بتاعي عديم الدهون من غير زيت ولا سمنه، ابدا باللحمه على طاسه سخنه
واقلب فيها، وبعدين انزل بالبصل بتاعي وانزل بكل اللحمه، بتنزل الصوص بتاعها او بتنزل العصاره بتاعتها، بتنزل الماده الدهنيه اللي فيها، بتغنيكي عن الزيوت. دلوقتي لما باجي اعمل كانيلوني اغلبيه الناس بتعمل لك طبقه بشاميل فوق، لا انت دخلتي نفسك في ايه؟ في تكلفه ثانيه ووقت ثاني. طب انا فكرت وعملت على فكره الحاجات دي متجربه كتير جدا، يعني الرغيفين اللي انا هخبزهم لا اوفرهم، هحط كبشه في البايركس من فوق وكبشه فوق الكانيلوني، وهيطلع احلى كانيلوني في الدنيا. بصوا دبلت وبدات تاخد لون اصفر خفيف. هستنى عليها شويه؟ لا خالص، انا هجري جري اجيب اللحمه بتاعت اللي هي ربع كيلو واحطها ونشتغل. بسم الله. طب ما عنديش لحمه ربع كيلو، عندنا كبد وقوانص. ما عندناش كبد وقوانص، بسله، جزر، فاصوليا خضراء، بشر جزر خليه مبشور، فاصوليا خضراء، شويه جبن بقى في الاخر بعد ما يبردوا كده، وكلي احلى كانيلوني في الدنيا. ما توقفيش حياتك خالص على الامكانيات. طبعا الملح عشان ما ننساهوش زي كل مره، وجوز الطيب، شويه فلفل اسمر، وشويه البهارات بتاعتنا. طيب ايه اكتر ايه اقل؟ ده ترجع لذوقك. نبدا باللحمه، بنبدا قصدي بالملح. لو هتحطي جبن يعني اعملي حساب الملح عشان الجبن بتحدق شويه. طيب دي رشه جوز الطيب، رشه بسيطه قوي، وحبه معتبرين فلفل اسمر، ده تحس ان هو يعني ايه سيد التوابل مثلا، قريبهم من بعيد. خلاص رشه مش عارفه ايه رشه البهارات، تمام، ونديها برده تقليبه. بصوا بقى اللحمه بتاعتنا لما نبتدي نشوح فيها قبل اضافه اي خضار عليها بتبقى طعمها لحمه. لما بضيف الخضار واللحمه لسه ما استوتش بتبقى عامله ايه بقى؟ مطبوخه، لحمه مطبوخه، ما بتبقاش ليها نكهه كده. خلاص اروح جاري على الخضار بتاعي وابتدي بيه. عندي خضار ايه النهارده؟ عندي جزر مبشور. عايزه تزودي الخلطه دي بسله اوكي، فاصوليا اوكي، ما تقوليش لا وما توقفيش على اي حاجه خالص، وبرده اديها تقليبه. حتى بصوا اللون، والله فرق والله فرق اهو. شويه بقدونس والنبي صغيرين كده، بصوا يحسسونا كده بالربيع، رشه خفيفه كده. الموضوع فارق يا جماعه، والله ما بالامكانيات خالص. بصوا اهي، طب احنا حطينا البقدونس نفضل نقلب، لا نطفي النار بتاعتنا خلاص. بعد ما جهزنا الكانيلوني وحشوته هنروح على الفرن على درجة 200 نشغله يدخل على فرن سخن. نبتدي نجيب طبق حلو كده عشان نحشي فيه الكانيلوني بتاعنا، ونجيب طبعا العيش اللي احنا خبزناه، ونجيب اول رغيف ونحطه كده، معلقة حشو، معلقه واحده اهي، وشويه جبن رشه خفيفه كده، ميكس جبن اللي عندك، رومي، شيدر، موتزاريلا، اي حاجه. ودايما احنا بيفيض عندنا بواقي جبن، يا ريت ندبقها ونحطها في الكبه هتبقى مبشوره وزي الفل. هبتدي بقى الفه كده وابتدي اتني الجناب كده خلاص عشان اضمن ان مفيش حاجه تخرج من الرغيف خالص، وابتدي اكمل لف. اجيب البايركس بتاعي بقى وابتدي ارص الارغفه بتاعتي اهو. طيب قبل ما اشيل الرغيف واروح على البايركس هنعمل ايه؟ هنجيب كبشه واحده بس، شفتوا بقى كل حاجه بتنفع اهو، كبشه واحده بس من العجين بتاعنا، ونبتدي نفردها في البايركس بكل سهوله. اعملي طبقه حاميه تحمي معاكي العيش بتاعي، وزعي براحتك خالص اهو، وزعي خلاويص، وبرده هنحتاج ايه الكبشه الثانيه، ونبتدي نرص الكانيلوني بتاعنا. اول واحد اهو، خلصنا الكميه بتاعتنا او على قد البايركس بتاعنا. نبتدي بقى نعمل التكات والحركات بتاعت الشيفات. ايه هي؟ شفتوا بقى احنا وفرنا مع بعض ازاي، طبقه تحت وطبقه فوق ويدخل الفرن. طيب عايزه مثلا زودي صوص احمر،
ممكن معلقه ايه الاحمر عندنا ايه احمر لا ايوه معلقه كاتشب كده وفوق الوش اديله كده برزنتيشن كده يبقى تحفه قوي. بصي ما تكتريش، بصي انا حاجه بسيطه كده عشوائي اهو، هيطر الرغيف معاكي ويخليه زي الفل. يا سلام، تحسي ان احنا حاطين مثلا ايه جبنه كريمي، حاطين حاجات حلوه كده، مكلفين الطبق يعني. هنزعله وندخله كده؟ لا خالص، اصبروا. شويه جبن، شويه بقدونس. الله. طب انا يعني انا عايزه ذمتكم، الطبق ده مش يتاكل كده قبل ما يدخل الفرن؟ خلاص كده كل البقدونس كده كله 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 اهو. هنروح على الفرن بتاعنا اللي سخن من شويه على درجه حراره 200. هو مش هقول لكم ياخد كام، انت وفرنك ممكن ياخد 10 دقائق ووشه يحمر ويطلع زي الفل. افتح الفرن بتاعك كده وفي الشبكه اللي في النص، يا ريت شوايه وفرن. والكلنوني بتاعنا خد يا دوب 10 دقائق ونجري بسرعه نطلعه من الفرن عشان نقدمه في احلى طبق. الله يا جماعه، هو يا دوب سوا كل حاجه مستويه، بس احنا عايزينه ياخد لون فقط لا غير. ادي الكنوني بتاعنا بكل بساطته وحركاته وتكاته. بصي ابتدي بقى رصيه كده في طبق جميل كده، اديله قيمه يبقى اسما ورسما. خرجي كده الوحدات كده وافصليها من بعض. الله الله الله، نديله رشة بقدونس. هو أي حاجة تكسر اللون وتديكي إيه شكل حلو للطبق. بذمتكم بذمتكم طبقنا كده محتاج حاجة؟ آه محتاج الأكيلة. طب هننهي مع بعض بسرعة عشان نلحق ناكل طبقنا وهو سخن. الحلقة المرة دي كانت جميلة جدا وطعمها مميز لأنكم وحشتوني وحشتوني، والأكلة بسيطة جدا ومش مكلفة. اعمليها وهستنى تعليقاتك. باي باي. كل وصفاتنا تجدوها حصرياً على موقع الوصفة.com